السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور خالد شلبي مدرس الغدد الصماء والسكر. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن البوليوريا and diabetes insipidus. الأوبجيكتيف بتاعتنا هي الأناتومي of pituitary gland, الأكشن causes and types of diabetes insipidus, الدياجنوزيس بتاعت الدايبيتس insipidus, treatment of diabetes insipidus and syndrome of anaerobic secretion of antidiuretic hormone. عندنا البيتيوتري جلاند بتتكون من جزئين، الأنتيريور بيتيوتري and posterior pituitary. الانتيريور بيتيوتري بتتكون من البارز تيوبراليس والانترميديا والبارز ديستاليس، والبستيريور بيتيوتري من الانفانتيبولار ستاك والبارز نيرفوزا، تمام، وتبقى موجوده في الهايبوفيزيال فوسا اوف سيلا تيرسيكا اوف سفينويد بون. طيب ايه الاكشن بتاعها؟ الاكشن بتاعها سيكريشن اوف مالتيبل هرمون. الانتيريور بيتيوتري جلاند بتطلع هرمونز كتيره زي البرولاكتين، جروس هرمون، الاف اس اتش والال اتش، الاي سي تي اتش والتي اس اتش، وبتتحكم بيهم في موست اندوكراين جلاند. البستير بيتيوتري بتطلع هرمونين، تمام، اللي هما الانتي دايوريتيك هرمون والاوكسيتوسين. هنتكلم على الدايابيتس انسيبيدس. الديفينيشن ا كيس اوف بوليوريا بوليديبسيا كاركترايزد باي باسج اوف مور ذان 3 لتر بير داي which has osmolarity less than 150 مل اوزمو بير كي جي والسبيسيفيك جرافيتي less than 1010 والسيرم صوديوم مور ذان 145 ملي مول بير لتر والاوزمولاريتي اكتر من 300 ملي اوزمول بير كي جي. ده الديفينيشن بتاع الدايابيتس انسيبيدس. ايه الاكشنز اوف انتي دايوريتيك هرمون؟ البرايمري افكت اوف انتي دايوريتيك هرمون بيبقى على السيلز اوف ديستال تيوبولز اند كولكتنج داكتس اوف ذا كيدني بروموتنج ري ابسوربشن اوف ووتر، والاكشن ده بيبقى ميدييتد فيا في 2 ريسبتور ثرو اكتيفيشن اوف سايكل كي ام بي، وبالتالي بيؤدي الى فورميشن اوف سبيسيفيك بروتين نون از اكوابورين. بسايد ووتر طبعا الارجنين فازوبريسين، وده الاسم العلمي اصلا للانتي دايوريتيك هرمون، انهانس ري ابسوربشن اوف ريا انكريزنج التونستي اوف رينال المضله الاوينج مور ووتر تو بي ري ابسوربد. هنا الفازوبريسين بيعمل اتاتشمنت للفي 2 ريسبتورز، تمام، اللي هو ظاهر بالنجمه الحمراء، بيعمل اكتيفيشن للسايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي عن طريق الكالسيوم بيعمل اكسوسايتوزيس للفيزيكلز كارينج الاكوابورين 2 اكت از ووتر شانلز. بالظبط كده، بتحرك الووتر منين بقى؟ من الناحيه اليولو اللي هي الفلترت للناحيه البينك اللي هي البلازما. ليه اكشن تانيه طبعا على الفي 1 ريسبتورز الموجوده في البريفرال بلاد فيسلز، بيعمل فازو كونستريكشن وانكريز بلاد بريشر، وده طبعا بيتبعه ريفلكس برادي كارديا. الانتي دايوريتيك هرمون برضه بيعمل ستيموليشن للسينثيسيس وريليز اوف فاكتور 8 اند فون والبراند فاكتور عن طريق الاكشن بتاعه على النون رينال في 2 ريسبتورز. طيب ايه هي الكوزز اوف دايابيتس انسيبيدس؟ عندنا اربع اسباب: سنترال دايابيتس انسيبيدس، نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، جيستيشنال دايابيتس انسيبيدس، اند سايكوجينيك او اللي بنطلق عليها برايمري بوليديبسيا او ياتروجينيك بوليديبسيا. اول حاجه اللي هي سنترال دايابيتس انسيبيدس، اسبابها ايه؟ كونجينيتال زي الولفرام سندروم، كرينيال تروما، برين سيرجري، برينيوبلازم زي الكرينيوفارنجيوما او الجيرمينوما او سوبراسيلار تيومر، سيريبرو فاسكولار ديزيز زي البرين انفاركشن، انتراكرينيال هيموريج، شيهان سيندروم، برين هايبوكسيا زي الكاردياك اريست او كربون مونوكسيد بويزنينج، سي ان اس انفكشن زي المينينجايتس والانكفاليتس والتي بي، جرانيولوماتوس انفلتريشن زي الساركيدوزيس والاوتوميون لينفوسيتيك انفانديبلو هايبوفيزايتس، لانجر هانز سيل هيستوسايتوزيس اند فاجنر جرانيولوماتوزيس. الولفرام سيندروم اللي هو بيعمل سنترال دايابيتس انسيبيدس، ده هيريديتري كونديشن lead to defect in osmol receptors، تكون من أربع حاجات: diabetes insipidus، diabetes mellitus، optic atrophy and deafness. طب وبالنسبة للنيفروجينيك diabetes insipidus، النيفروجينيك diabetes insipidus المشكلة بتبقى في renal tubules not responding للأنتي diuretic هرمون، لها أسباب كتير على رأسها الكونجينيتال causes إن المشكلة تكون في فيتو ريسبتورز والأكوابورين 2 ميوتيشن، إنما في أسباب تانية زي tubular interstitial lining disease. التوبر انترستيشال رينال ديزيز اسبابها كتير زي السيكل سيل ديزيز، بولسيستيك كيدني ديزيز، ميدالري سبونج، ساركيدوز اوبستراكتيف يوروباثي اند رينال اميلويدوز. الهايبركالسيميا اند هايبوكاليميا دي من اشهر الاسباب برضو. في بعض الدراجز زي الليثيوم والديموكليسايكلين والانفيتروسين بي فوسكارنيت دي برضو بتعمل نفس المشكله. طبعا الكلينيكال بيكتشر اوف دايابيتس انسيبيدس تشمل حاجات كتير، لكن طبعا البيشنت ممكن يديني هيستوري اوف سيرجري زي الهيبوفيزيكتومي، او ان البيشنت ادينستر اوف تيومر، تمام، وده بيزود انتراكرينال تنشن طبعا. لكن يمكن البوليوريا او النكتوريا ديت اشهر الكومبلينت، وهي الكومبلينت الرئيسيه، بيطلع يمكن من 5 ل 20 لتر بير داي، دايهيدريشن، بوليديبسيا، لو جريد فيفر، هايبوفيتامينوزيس بالذات ووتر سولوبل فيتامينز، او كومبليكيشن سيفير وتوصل لمرحله الشوك.
طيب ايه هي الديفرنشال دياجنوزيس في بوليوريا؟ اسباب البوليوريا كتير، اندوكراين، رينال، اياتروجينيك، ميتابوليك او سيكولوجيكال. طبعا الاندوكراين على راسها الدايابيتس ميليتس، وده تشخيصه سهل، فاستنج بوست براند الهيموجلوبين اي 1 سي، الكرينيال دايابيتس انسيبيدس طبعا، والكوشنج سيندروم. الرينال زي الكرونيك رينال فيلير او في ريليف للرينال تراكت اوبستراكشن، كرونيك بيلونيفرايتس، نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس اند فانكوني سيندروم. الياتروجينيك زي الديوريتيك ثيرابي، الليثيوم او التتراسايكلين ميديكيشن. الميتابوليك زي الهايبركالسيميا او الهايبوكاليميا اند الكوهوليزم. والسايكولوجيك طبعا على راسها البرايمري بوليديبسي. طبعا مجرد ما بنشك ان البيشنت عنده دايابيتس انسيبيدس بنعمله الووتر ديبريفيشن تيست، بنصومه عن الميه. التيست ده بيبتدي الصبح بدري، تمام، بنشوف البودي ويت، البلازما اوزمولاريتي، الصوديوم كونسنتريشن، واليورين فوليوم اند اوزمولاريتي. كل الحاجات دي بنشوفها اورلي كل ساعه. التيست طبعا بنوقفه لو حصل لوس اوف 5% من الويت، او ان البلازما اوزمولاريتي او الصوديوم اكسيد الابر ليميت اوف نورمال. طيب ايه هي فكره الووتر ديبريفيشن تيست؟ اول حاجه ان انت مجرد بتعمل ويز هولد الووتر، يعني تصوم عن الميه، يحصل لك مايل دايهيدريشن، يحصل رايز في البلازما صوديوم، ده بالتبعيه بيزود البلازما اوزمولاريتي، هيعمل ستيمولشن ارجنين فازوبريسين برودكشن، ده هيؤدي الى ووتر كونسرفيشن، بالتالي اليورين اوت بوت هيقل، وبالتبعيه الاوزمولاريتي هتزيد. وطبعا ظاهر في الدياجرام اللي قدامكم ده ان كل ما تزيد البلازما اوزمولاريتي يزيد معاها الليفل اوف انتي دايوريتيك هرمون، ويبتدي من 280 لحد ما يوصل للماكسيموم عند 310 تقريبا. امتى بقى اوقف التيست ده؟ اول حاجه لو يورين اوزمولاريتي وصلت لنورمال فاليو، يعني اباف 600 مللي اوزمو بالكي جي، ده معناه ان البيشنت ده نورمال ما عندوش دايابيتس انسيبيدس. تاني حاجه لو اليورين اوزمولاريتي ستيبل اون 2 اور 3 سكسيسيف اور ميجرمنت، بالرغم من الزياده في البلازما اوزمولاريتي، ده معناه ان البيشنت عنده دايابيتس انسيبيدس. تالت حاجه لو البلازما اوزمولاريتي عدت ال 295 ل 300 مللي اوزمول بير كي جي، او البلازما صوديوم وصل ل 145 مللي ايكوفالنت بير لتر او اعلى، ده معناه برضو ان البيشنت عنده دايابيتس انسيبيدس. ودي طبعا طريقه حساب البلازما اوزمولاريتي، بنضرب 2 في الصوديوم زائد جلوكوز بملي جرام بير ديسي لتر على 18 زائد براد يوريا نيتروجين بملي جرام بير ديسي لتر على 2.8. لو نلاحظ هنا ان المين ديترمينانت البلازما اوزمولاريتي هيبقى الصوديوم طبعا. طيب احنا لقينا ان البيشنت عنده دايابيتس انسيبيدس، هنعمل ايه؟ لازم نفرق هو كرينيال ولا نيفروجينيك. بندي الديسموبريسين 10 مايكرو جرام بينيزل انسفليشن او 4 مايكرو جرام سابكوتينيوس او انترافينوس، ونعيد الميجرمنت اليورين اوزمولاريتي تاني واليورين فوليوم كل نص ساعه. تعال نشوف الانتربريتيشن بتاع التيست. اول بيشنت اللي هو البيشنت في برايمري بوليديبسيا اللي بيشرب ميه كتير، اول ما نصومه هيرجع نورمال تاني، بلازما اليورين اوزمولاريتي هتعلى اكتر من 800. ونفس الوقت لو ادينا له ديزموبريسن او فازوبريسن مش هيفرق لانه نورمال وعمل كونسنتريشن لليورين، على عكس السنترال دايابيتس انسيبيدس والنيفروجينيك الاثنين الريسبونس بتاعهم للتيست هيكون مفيش ريسبونس، تمام، اليورين ازمولاريتي اقل من 300 فيهم الاثنين، لكن الريسبونس هيبقى للتريتمنت اللي بنديه ديزموبريسن اللي هيستجيب اللي هو السنترال او الكرينيال دايابيتس انسيبيدس، بينما النيفروجينيك هو اصلا مفيش ريسبونس لانه عنده ريزيستنت، فبالتالي هيبقى زي ما هو ومش هيستجيب. طب ايه الانفستيجيشن اللي بتعملها؟ ممكن طبعا نعمل اكس راي، سي تي، ام ار اي عشان نشوف في اي برين ليجن، السيل هرمون ليفل سواء في البلد او في اليورين طبعا بيبقى عالي نورمال او عالي في حالات النفروجينيك، ويبقى قليل في حالات الكرينيال او البرايمري بوليديبسي. طبعا بنعمل يورين اناليسيس بيطلع كل الداتا اللي احنا قلناها، سواء اليورين اوزمولاريتي او في الجرافيتي بيبقى قليله، وطبعا البلازما اوزمولاريتي نفس القصه بتبقى عاليه، او السيروم صوديوم نورمال هاي نورمال او عالي. طبعا التريتمنت از ديسموبريسين اسيتيت، ده تريتمنت فور شويس في السنترال دايابيتس انسيبيدس، وبرده في حالات البريجنانسي او البريبيريوم. ليه بقى؟ لان ده ما بيتكسرش بالفازوبريسينيز. طيب ايه هي البريبيريشن اوف ديسموبريسين؟ ممكن يبقى موجود على هيئه اورال بريبيريشن 1/10 او 2/10 مللي جرام تابلت، وبنبتدي بجرعات بسيطه 5%، ممكن نوصل ماكسيمم دوز 4/10 مللي جرام كل 8 ساعات. طبعا الاورال ديسموبريسين مفيد في الحالات اللي ممكن ما ياخدهاش عن طريق النيزل بريبريشن لو عنده سينوسايتس او حاجه، ممكن يحصل مايلد انكريز في الهيباتيك انزيمز في الاول. بالنسبه للنيزل بريبريشن بتبقى موجوده على هيئه 100 مايكرو جرام بير ملي سوليوشن، وبتتاخد كل 12 ل 24 ساعه، والباف الواحده او السبراي الواحده بتبقى فيها 10 مايكرو جرام. في اذر فورمولا تانية زي السابلينج والتابلت، وفي تركيزين فيها ال 60 وال 120 مايكرو جرام.
بالنسبه للبرنترال بريبريشن، سواء بتتاخد اي في او اي ام او سبكوتينيوس، ده دايما بنخليه للتيست اكتر منه كثرابيوتيك اوبشن للبيشنت يعني، بس هو من 1 ل 4 مايكرو جرام كل 12 ل 24 ساعه بقى. طيب بالنسبه للدراج ثيرابي اوف نيفروجينيك دايابيتس اند سيرس، اول حاجه لو صوديوم دايت، تمام، لو بروتين دايت، ثايازيد دايوريتيك، ودي بتزود السنسيتيفيتي للانتي دايوريتيك هرمون وبتقلل الجلوميرولار فلتريشن ريت، فبالتالي بتقلل البوليوريا. اميلورايد ده نوع من انواع البوتاسيوم سبيرنج دايوريتيك، والكاربا ميزيبين. هنتكلم دلوقتي على السندروم اوف ان ابروبريت سيكريشن اوف انتي دايوريتيك هرمون، تمام. ايه الكرايتيريا؟ هو عكس الدايابيتس انسيدس. اول كرايتيريا ودي بتاعت بارتر وشوارتز، تمام، هايبوناتريميا، الصوديوم يكون قليل، كلينيكال يوفوليميك، نو دايوريتيك يوز، المريض ما يكونش بيستعمل دايوريتكس، سيرم اوزمولاريتي تكون قليله اقل من 275 ملي اوزمول بير كي جي، اليورين اوزمولاريتي اكتر من 100، اليورين صوديوم اكتر من 40، الموضوع ريليتد للووتر بس، انما الصوديوم سيكريشن عادي، نورمال ثايرويد وادرينال ورينال فانكشن. طيب ايه هي اسبابه؟ اول حاجه البالمونري ديس اوردر زي الاكوت ريسبيراتوري فيلير، انفكشن، بوست بريشر فنتيليشن، تيومرز زي الاكسترا ثوراسيك ميدياستاينال بالمونري تيومرز، سينس ديس اوردر زي الاكوت سايكوزيس، هيموريج انفلاماتوري اند مالينتينج ديزيز، ستروك، تروما، او دراجز زي الكاربوميزيبين، فينوسايازين، كلوفايبريت، سايكل فوسفامايد او الاس اس ار ايز. في نفس الوقت في اسباب ثانيه زي الاتش اي في انفكشن، ايديوباثيك، بين، بوست اوبراتيف ستيت، اسباب كتيره جدا للسندروم اوف ان اوروبيد سيكريشن اوف انتي دايوريتيك هرمون. دي مقارنه ما بين الدايابيتس انسيبيتس والسياده. الدايابيتس انسيبيتس بيبقى هاي يورين اوت بوت، فالسياده لو يورين اوت بوت. في الدايابيتس انسيبيتس لو ليفل اوف انتي دايوريتيك هرمون وهايبر ناتريميا، في السياده هاي ليفل اوف انتي دايوريتيك هرمون وهايبو ناتريميا. في الدايابيتس انسيبيتس بيبقى البيشنت دايهايدريتد ولوز تو ماتش فلويد، وعكسها في السياده بيبقى اوفر هايدريتد وريتين تو ماتش فلويد، والاثنين طبعا بيبقى عندهم سنس اوف ثيرست. وبكده نكون خلصنا موضوع البيتيوتري اللي هي البستيريور بيتيوتري والدايابيتس انسيبيتس. ثانك يو فيري ماتش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.